Vou, Edu. إشبونة إن كايرو، إشبونة إن منصورة، برافو يا كريم، إشبونة إن منصورة، أنا هبقى منصورة بعد بكرة إن شاء الله، إشبونة إن منصورة، إشبونة إن جيزة، زير جود، إشبونة إن جيزة، في ألت بس دو، في ألت بس دو. في ألت بس دو إش بن فير أون سانسيش يار ألت زير جود إش بن فير أون سانسيش يار ألت إش بن زيبن أون سانسيش يار ألت اكتب يار صح زي ما الناس كاتبين إش بن أخت أون سانسيش يار ألت ماشي يا رسم إش بن أخت أون سانسيش يار ألت إش بن 28 يار الت ايش بن 27 يار الت يبدو ان انا اصغر واحد فيكم يار لا يا كريم بص يار انت في المنصوره يعني بتوع المنصوره كلهم بيعرفوا المان يار برافو يا كريم ها يار الت ولا يهمك فاس بيست دو فون دي روف فاس بيست دو فون دي روف Was bist du vom Büro? Schnell. Deutschlehrer. لا يا عم ده احنا مش قدك بقى ده انت جيت درس مكاننا اسمك ايه طيب؟ Deutschlehrer. ها؟ Was bist du vom Büro? Ich bin Lehrerin vom Büro. ماشي يا بسمة. Lehrer ايس ده ايه Lehrer؟ انا عارف. ها؟ يحيى فاير كومز دو يحيى ايش بن فورشر فون دروب زير جود ايش كوم اوز جيزا زير جود ها فو انترشتس دو يحيى فو انترشتس دو Ich bin Forscher von BU, Beginners Language School. Diese Tätowier, أعتقد. علياء بوخ هندرن يا تكتبر انا عارف عارف تمام معاك يحيى يحيى ماين فريند بس بدات فرشه فرشه معناها واحد بس دو يحيى ماين فريند جيت مش فاتس باين نخنام يا يحيى يحيى فاتس باين نخنام كمان يا جماعة الأستاذ يحيى فتحي ده يعني زميل عزيز هو جاي شكله يعمل سوبرفايزر عليا عشان بس نبقى عارفين من البداية الأستاذ يحيى ده يعني راجل من عمالقة الألمان في مصر كان منافس شرس ليا في الدراسات العليا السنة دي طب غير اسمك يا عم عشان نعرفك جاي يعمل سوبرفايزر عليا يا يحيى لا يا عم انت يا جماعه علياء يا بسمه كريم الناس اللي معانا كلنا يعني رقم 26 ده يحيى يعني من الناس اللي زي ما قلت كده الافذاذ في اللغه الالمانيه في مصر هو شكله جاي يعمل سوبرفايزر عليا شوفنا بشرح حلو ولا لا يعني شوف بس يعني انت لو عايزين تعرفوني بشرح صح ولا لا اسالوا الاستاذ يحيى. طيب ده كده الواحد لازم يشرح بجد. طيب النهارده يا جماعه ندخل بقى في الجديد اهو شفت يا بسمه بقى جاي واحد صاحبي من الدراسات العليا
جاي جاسس عليا يعرف انا بشرح حلو ولا لا. اوكي النهارده عندنا النهارده يا شباب في الجديد حاجه اسمها الاكوز دي. حاجه اسمها ايه؟ الاكوز دي. احنا كل اللي احنا كنا بناخده ماشي يا باسم. لا لا خليك يا يحيى انت مشرفنا والله. خليك والله انت حبيبي. لا لا استنى والله انا عايزك تحضر. يا احمد ما تمشيش. ها النهارده يا جماعه عندنا حاجه اسمها الله يكرمك جلاش فالس. ها النهارده عندنا حاجه اسمها اكوز دي. دير اكوز دي اوكي. هناخد حاجه اسمها النهارده اكوز دي. كل الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده، احنا خدنا قبل كده البشتمت ارتكل والام بشتمت ارتكل والبرزونال دونون. طيب حد يقدر يقول لي ايه هم البشتمت ارتكل؟ حد يقدر يقول لي ايه هي البشتمت ارتكل؟ فاس اس دي بشتمت ارتكل ولا فازم دي بشتمت ارتكل؟ فازم دي بشتمت ارتكل. دير دير دي بس برافو. دير دي داس زير بوت. دير دي داس كويس جدا. طيب الام بشتمتن ارتكل كانت تبقى ايه؟ الام بشتمتن ارتكل اين واين زير جود. اين واين ام بستنت ارتكل. طيب احنا كل اللي احنا قلناه ده الام بستنت ارتكل والبستنت ارتكل دي حاجه كان اسمها النوميناتيف اللي هي حاله الرفع في اللغه زي اللغه العربيه بالظبط لما نقول حاله الرفع يبقى ده كان نوميناتيف. عندنا النهارده يا ريت نركز حاجه اسمها الاكوز دي اللي هي بيسموها حاله النصب. اللي هي بيسموها ايه؟ حاله النصب. حاله النصب دي زي ما انتم شايفين كده ان الجمله عندنا في الالماني بتتكون من ثلاث حاجات. الجملة في الألماني بتتكون من ثلاث حاجات، من زوبيكت اللي هو الفاعل اللي هو احنا بنقول عليه النوميناتيف زوبيكت تمام؟ بتتكون من زوبيكت وأوبجيكت وفيرب. طيب عندنا الزوبيكت ده أهو الزوبيكت اللي هو عندنا ده اللي احنا بنسميه حالة النوميناتيف. ده اللي بنسميه يا شباب حالة النوميناتيف اللي احنا نقدر نقول عليها دير وداس ودي اللي هي في النوميناتيف. طيب عندنا حاجة تانية اسمها اوبيكت اهو. عندنا زوبيكت وعندنا الزوبيكت ده اللي هو الفاعل. اللي لما اقول كده مثال اقول كده ياسر ليست اين بوخ. ياسر ليست اين بوخ. طيب ياسر ده زوجي يعني فاعل يعني في حاله النوماتي. لما اجي اعوض عنه هقول اير ليست اين بوخ. اير ليست اين بوخ. جود. ياسر ليست اين بوخ داس هايست. ياسر ده زوبيكت يبقى ياسر ده اللي عندنا ده زوبيكت. وعندنا ليست ده فيرب. ده ايه؟ فيرب. واين بوخ ده اوبيكت اللي احنا بنسميه حاله الاكوستيك اللي هي حاله النصب. فاهمين يا شباب؟ الناس معايا؟ ها الناس معايا. يبقى احنا عندنا الزوبيكت اللي هي حاله النوميناتيف الرافع والاوبيكت اللي هي حاله في الغالب يعني بيكون حاله الاكوستيك اللي هي النصب. يبقى زوبيكت اند اوبيكت. الناس معايا ولا مش معايا؟ بسمة كريم علياء الو
فاهمين يا شباب؟ طيب حاضر يا بس، انا عارف ان الاكوستيك دي انت ملعب شويه. بص احنا عندنا في العربي نشرحها بالعربي، لما اقول ياسر ليست اين بوخ، يا ياسر ليست اين بوخ، ياسر ده يبقى ايه؟ فاعل، ياسر يقرا الكتاب. تمام؟ يبقى ياسر ده فاعل اللي هي حاله النوماتيف. حاله النوماتيف دي احنا عندنا في العربي لما بنيجي نجيب حاله الاكوستيف يقرا يا. تمام؟ لما نجيب حاله الاكوستيف اقول ياسر ده فاعل مرفوع، مرفوع بايه؟ بالضمه. طيب في الالماني هنقول فاعل مرفوع بس مرفوع بايه؟ مرفوع بالاداه، بتبقى دير بتدل على انه في حاله المناديف، وداس تدل على انه في حاله المناديف، ودي تدل على انه في حاله المناديف. تمام؟ طيب لما نيجي بوخ، لما قلت ياسر يقرا الكتاب باء اللي هي ايه؟ مفعول به اللي هو منصوب بالفتح. المنصوب بالفتح ده هنقول دلوقتي ازاي يطلع شكله بالالماني. فهمنا كده؟ وصلت كده الحته دي؟ شباب وصلت؟ تمام. طيب يبقى لما قلت ياسر ليست اين بوخ، ياسر ده كان فاعل. تمام؟ طيب احنا عندنا دير زي ما انتوا قلتوا، وعندنا داس، وعندنا دي، وعندنا دي بلورا، وعندنا دي بلورا. طيب لما يبقى دير عم اقول كده ايش زير، يبقى ايه ده فاعل؟ ايش زير بين ليرا، انا ارى المدرس. ازاي بين ليرا؟ يبقى دير بتبقى في الاكوستيف ايه يا بسمه؟ دير بتبقى في الاكوستيف تتحول لبين، يبقى دير بتبقى في الاكوستيف بين. طيب وفوق لما قلت امر كده ايش؟ كوفا Das Buch. Ich kaufe das Buch. يبقى ايش؟ ده فاعل، وداس بوخ ده مفعول. يبقى داس بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ داس بتتغير ولا بتفضل زي ما هي؟ داس بتتغير ولا بتفضل زي ما هي؟ حاضر.